السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نقرا بسم الله الرحمن الرحيم ما تبقى وما قدرنا من كتاب نزهه النظر شر نخبه الفكر لابن حجر رحمه الله عليه وعلينا جميعا نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمن حضر واستمع قال الماتن رحمه الله البدعه واقسامها واحكامها ثم البدعه وهي السبب التاسع من اسباب الطعن في الراوي وهي اما ان تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور وقيل يقبل مطلقا وقيل ان كان لا يعتقد حل الكذب لنصره مقالته قبل والتحقيق انه لا يرد كل مكفر مكفر ببدعه لان كل طائفه تدعي ان مخالفيها مبتدعه وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو اخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً. التكفير هو أشار إلينا أي نوع من التكفير يكون سببا لرد روايته قال من أنكر أمرا متواترا معلوما من الشرع ومن الدين بالضرورة الآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هي الأصل الثاني في دين الله تعالى فإذا جاء أحد وأنكر مطلقا وقال لا آخذ إلا ما جاء في كتاب الله والسنة ليست هي حجة في الدين فهذا في الحقيقة أمر معلوم من الدين إذا أنكر إنكارا كاملا أما إذا أنكر نوعا من الدين من السنة وفيه شبهة أو فيه تأويل فهذا لا يكفر به لا يكفر به كذلك حتى أوضح من هذا إذا جاء أحد ويقول أن الزكاة ليس بواجبة في الشرع فأمر معلوم من الدين بالضرورة إذا أنكر فهو مكفر، أما من لا تقتضي بذاته التكفير أصلا قد اختلف أيضا في قبوله ورده، نعم. قال وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع وقيل يقبل مطلقا الا ان اعتقد حل الكذب كما تقدم. نعم، واضح. اذا كان يعتقد حل الكذب لا شك فيه، أوه ايضا محرم في شريعه الله تعالى مطلقا الكذب على عامه الناس، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحل، اما اذا كان هناك له تاويل ايضا فربما يكون يعني لا يقال انه يرد حديثه لكنه لا يكفر مطلقا نعم وقيل يقبل من لم يكن داعيه الى بدعته لان تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا في الاصح واغرب واغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعيه من غير تفصيل نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته ما يقوي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق اي عن السنه صادق اللهجه فليس فيه حيله الا ان يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا اذا لم يقو به بدعته انتهى وما قاله متجه لان العله التي لها رد حديث الداعيه وارده فيما اذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعيه والله اعلم داعية إلى بذاته وإنما على كل حال قالوا أنه إذا كان عرف صدقه وفي مذهبه أن الكذب حرام لأن الخوارج خاصة يكفرون من يأتي بالكبائر وهكذا معروف هذا فإذا الكذب من الكبائر فإذا عرف أن هذا من مذهبه أنه لا لم يخرج من أصل الدين وقد اتى بشيء يقوي مذهبه هنا فهل يؤخذ منه او لا يؤخذ؟ هنا قالوا ما دام عرف صدقه وانه من مذهبه ومن دينه انه لا يكفر انه يكفر الكبير مرتكب الكبيره فاذا تقبل روايته وعلى هذا اخذ او قبل الامام البخاري رحمه الله من عمران بن حطان الخارجي. الذي كان قد قتل او قد مدح من قتل علي رضي الله عنه وهو في الحقيقه وهو قول غير واحد من العلماء لكن الذي يظهر مهما كان الثقه قد يكون يخطئ كذلك الصدوق قد يكذب ولعل مذهبه انه قد يجرّه الى ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت الدعوه او كان داعيه الى بداته فالانسب الاحتياط ألا تقبل في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته، وإن وثقنا فيه عامة، لكن قد يكبو الجواد وقد يكذب الصادق وقد يصدق الكاذب، فبذلك الأحوط ألا يقبل من الداعية مطلقا، هذا الذي قد يقال، وهناك من قالوا أنه ما دام وثقنا فيه فنقبل روايته، نعم. قال سوء الحفظ وأقسامه. نعم. ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه وهو على قسمين كأنه يروي مئة حديث يخطي في خمسين في ويصيب في خمسين في لم يرجح جانب إصابته فإذا كان راجحا يكون عشرة بمئة حديث يخطي فهنا يقبل ما لم يخطي فيه وهذا هو الحق، هذا هو الحق، لابد أن دا نقول نجال ما دام صدوقاً، ما دام ثقةً في دينه وعدله وعدل في دينه، فينبغي أن تقبل ما لم يختفي نعم. قال وهو على قسمين: إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي إما لكبره عند بعض أهل الحديث شاذ. وعند الاكثرين ضعيف فقط ضعيف معتبر نعم ايوه او ان كان سوء الحفظ طارئا على الراوي اما لكبره او لذهاب لذهاب بصره او لاحتراق كتبه او عدمها بان كان يعتمدها فرجع الى حفظه فساء فهذا هو المختلط نعم الذي اختلط لذهاب بصره ولذهاب لاحتراق كتبه كان ينظر في يروي من كتابه لكنه ذهب بصره فلم يعتمد على الكتاب يعتمد على الحافظه فلا شك انه يخطي من الغريب من الغريب من اللطائف الغريبه والغرائب اللطيفه ان حكى لي شخص انه كان عنده حتى الحيوانات يعتمد لهم الاختلاط كان عنده ببغاء كان حاط في شبكته فجاء جاءت قطه ف حزهزت وخوفت وأرادت أن تقبض عليه لكن ما قدرت فنسي ما كان علمه فنسي ما كان هذا أكد لي قال نسي ما كان علموها السلام عليكم ورحمة الله وكيف حالكم إلى آخره فهذا يحصل في الحقيقة نعم فمختلط ما دام نسي فحديثه يبقى ضعيفا إلا إذا تميد بطريق من الطرق كما يذكر نعم أيوه قال حكم رواية المختلط والحكم فيه أن ما حدث قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه وكذا من اشتبه الأمر فيه إذا توقفنا فكاننا رددنا لكنه ليس معناه أنه مردود مطلقا يتوقف فيه حتى يظهر لألا أحدا يتابعه أو يظهر أن من روى عنه قبل الاختلاط نعم وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه نعم قال الحسن لغيره ومتى وفي الحقيقة هناك رواة كثيرين طاي بن السائب وكذلك سيد ابن أبي عروبة وغيرهم منهم من تميز روايته من قبل الاختلاط ومن بعد الاختلاط منهم من لم يتميز وأحسن كتاب في هذا في الحقيقة كتاب الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات الأثبات ومن الرواة الثقات هذا كتاب أفيد ما يكون وأجمع ما يكون وزاده فائدة تعليق زميلنا الدكتور عبد القيوم سلمه الله عليه وسلم فأفاد كثيرا وكان مشرف عليه وهو رسالة ماجستير مشرف عليه الشيخ سيد الصقر سيد الصقر الذي كان مع الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله وقد أخذ بعض علم الحديث نعم منه نعم قال الحسن لغيره ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه او مثله لا دونه وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والاسناد المرسل وكذا المدلس اذا لم يعرف إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع هنا كلمتان متى توبع السيء الحفظ بمعتبر معتبر ما معناه؟ يعني هو في الحقيقة يكون أيضا ضعيفا في الحفظ يكون ضعيفا في الحفظ أو طعن في ضبطه ولم يطعن فيه عدالته فهذا يعتبر به ويعتبر له، الثاني يقويه وهذا يقوي الثاني، كان يكون فوقه ان يكون فوقه قد يكون اضبط منه فلان وان كان فيه ضعف لكنه اضبط منه، او يكون ثقة تابع شخص اخر، معتبر ليس يلزم ان يكون ضعيف، لكنه اذا كان مثله او فوقه قد يكون ثقة تابع ضعيفا. فحديث الضعيف يكون حسنا لغيره وحديث الثقة صحيح فبمثل هذا يقال صحيح حسن صحيح حسن لغيره وصحيح نعم والكلمة الثانية من المدل كذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه إذا عرف المحذوف منه فربما يكون ضعيفا أو ربما يكون ثقة فإذا كان ثقة فقد ظهر لنا الاتصال وإذا لم يكن ثقة فيضعف وإذا لم يعرف فنبحث عن من يتابعه ويوافقه في هذه الرواية فيقويه ويكون حديثهم حسنا لا لذاته هو الذي سماه الأئمة حسنا لغيره قال لأن كل واحد منهم احتمال احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم نعم ومع ارتقائه إلى درجة المقبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما توقف بعضهم عن إطلاق, عن إطلاق اسم الحسن عليه ويظهر انحطاته عن رتبة الحسن لذاته فقط عند المعارضة حديث من كان حديثه حسنا لغيره إذا عارضه حديث من حكم العلماء أن حديثه حسن لذاته فالحسن لذاته يكون مقدما ويكون الثاني منحطا عن درجته الحسن لذاته، وقلنا الاستدلال لهذا الجانب يعني في تقويه الضعيف وقبول روايته من قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل امراه واحده لا تقبل لكنه اذا انضمت اليها امراه اخرى قبلت شهادتهما، نعم. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. نعم. قال تقسيم المتن باعتبار من أضيف إليه ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما. ان المنقول بذلك الاسناد من قوله صلى الله عليه وسلم او من فعله او من تقريره امثله للمرفوع تصريحا او حكما مثال المرفوع من القول تصريحا ان يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك إيه فإذا قال الصحابي هذا فلا يجوز ان يشك ان هذا غير مرفوع منصوب رفعت الى سدة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر انكاره لذلك. يعني اذا كان في حضره النبي صلى الله عليه وسلم فعل احد فعلا وانكره النبي صلى الله عليه وسلم فصار مرفوعا في الانكار وليس مرفوعا في الاثبات، نعم. ايوه. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ان يقول الصحابي الذي لم ياخذ عن الاسرائيليات ما لا مجال الاجتهاد فيه. ولا له تعلق ببيان لغه او شرح غريب كالاخبار عن الامور الماضيه من بدء الخلق واخبار الانبياء او الاتيه كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامه وكذا الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص هنا هذا القيد السحابي الذي لم ياخذ عن الاسرائيليات وقد عرف بعض السحابه وكذلك بعض التابعين كابل الأحبار وغيرهم تابعين والصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من أشهر من يكون وكان يقرأ اللغة اليهودية وكان يقرأ كتاب اليهود وقد أخذ أو حصل كما ذكر ابن غير واحد يوم اليرموك حينما فتحت فكان أخذ زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يروي منها فقد عرف اذا كان يذكر مما يتعلق بيوم القيامه او يكون كذا وكذا في المستقبل فهذا لا شك فيه انه فيه شبهه انه يكون اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم او يكون اخذه من كتاب اهل الكتاب فاذا كان لم يظهر انه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ف أخباره يكون يوم كذا وكذا أو يكون يوم القيامة كذا لا نجعله مرفوعا حكما من النبي صلى الله عليه وسلم، أما صحابي آخر الذي لم يعرف من أخذ أهل الكتاب أو من الأخذ من أهل الكتاب فيكون حديثه مرفوع حكما وما حق ولا استقام أن نفرض بأن الصحابي ربما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او افتات على الله تعالى فيكون اخبر ما لم يكن اخبر به عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، نعم. قال وانما كان له حكم المرفوع لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابه الا النبي صلى الله عليه وسلم. أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. نعم. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. أو عنه بواسطة صحابي آخر، نعم. أيوه. ومثال المرفوع من الفعل حكما ان يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاه علي في الكسوف في كل ركعه اكثر من, ركع من ركوعين ومثال المرفوع من التقرير حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فانه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه زمان النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان الصحابي بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس أن يكون حاضرا ف... يعني إن كان يفعل الصحابة شيئا فينزل من الله تبارك وتعالى ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرره ما يفعلونه فإذا جاء الإنكار من الله تعالى من فعل ما يفعله بعض الصحابة ومن الناس من يقول كذا ومن الناس كذا فالقرآن يخبر بما هو منكر فإذا لم يأتي الإنكار وكان الفعل مشهورا بين الصحابة حتى لو يفعلون في جنح الظلام مفردا وحده ما زوجتي كما يأتي الرواية نعم فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. قلنا ليس بلازم أن يكون يسأل دواعي لتوفر دواعي سؤال دواعيهم على سؤاله، حتى لو كان بعيداً. يفعل الناس في زمن نزول الوحي، فلا بد ان ياتي الوحي بما يقرر او بما ينكر، نعم. قال وقد استدل جابر وابو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل، بانهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. اي حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران، وهذا استدلال واضح جدا، وما يخفى على الله شيء من امر الناس، فاذا كان سكت الله عز وجل وسكت رسوله صلى الله عليه وسلم، لم ينطق بوحي فيكون هذا مرفوع حكما، نعم. ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغه الكنايه في موضع الصيغ. الصريحه بالنسبه اليه صلى الله عليه وسلم. نعم. كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرويه او ينميه او روايه او يبلغ به او رواه. نعم. قد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن ابي هريره قال رضي الله عنه انه قال قال تقاتلون قوما الحديث. نعم وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص بأهل البصرة ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالأكثر أن ذلك مرفوع ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين نعم وهذا مثاله مثل ما جاء في صحيح البخاري قال أنس أبو قلابة أنا أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال أبو هذا قول أنس من السنة قال أبو قلابة لو شئت لقلت أن, إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج بكرا إذا تزوج صحيح. نعم. وفي نقل الاتفاق نظر فعن الشافعي في اصل المساله قولان. نعم. وذهب الى انه غير غير مرفوع ابو بكر الصيرفي من الشافعيه وابو بكر الرازي من الحنفيه وابن حزم من اهل الظاهر، واحتجوا بان السنه تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. وأجيب بأن احتمال إرادة إرادة غير غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد بعيد نضيف فهما خاصة إطلاقه من الصحابة إذا قال الصحابي من السنة ما يعني سنه ابي بكر ولا سنه عمر انما هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اما اذا جاء التابعي وتابع التابعي فربما يقول من السنه كذا فيه احتمال، اما في الصحابي لم يقبلوا الاحتمال، نعم. قد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما في قصته مع الحجاج حين قال له ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاة قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته هذا التابعي الصغير ليس من التابعين الكبار ابن شهاب الزهري يفهم أنه لا يطلق الصحابة السنه الا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فنقل سالم وهو احد الفقهاء السبعه من اهل المدينه واحد الحفاظ من التابعين عن الصحابه انهم اذا اطلقوا السنه لا يريدون بذلك الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واما قول بعضهم ان كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا هذا, هذا الكلام فيه شيء والله أعلم يعني هم إذا قالوا من السنة تورعوا لماذا هل يشكون في أنفسهم أن قولي هذا ربما يحمل به على أنه قول الصحابي أبدا إنما في الحقيقة كأن الصيغتان متساويتان في المعنى وليس هناك تورع فقال رسول الله فعل رسول الله من السنة كذا إن كنت تريد السنة ففعل كذا فهذا يساوي أن أنه قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل به هذا هو أو أوضح الله أعلم وأفضل في قول الصحابة من السنة كذا وكذا نعم ومن هذا قول أبي قلابة عن انس رضي الله عنه من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا اخرجاه في الصحيح قال ابو قلابه لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اي لو قلت لم اكذب ثانيا فيما يظهر لي ان من الفوائد والله اعلم قد يكونون قد يكون أقوى من قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله من السنة إذا قال الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقوى في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هناك السنة قد تكون نسخت وقد تكون يعني بالفعل سنن نسخت من قبل لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبته الصحابي ففهمه أن هذه السنة لم تنسخ فيكون ليس توران احتياطا بل إثبات أن هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لم تنسخ قد يكون هذا المعنى مطلوب في قول الصحابي من السنة كذا نعم أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو, وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح وإذا وقعت الشبهة فيبحث عن القرائن وغيرها حتى يتعين لكن إذا جمع الإنسان هذه الصيغة خاصة يجد أنها مرفوعة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل هو في الحقيقة هذا الشيء لا ينبغي أن نفرض في الصحابة لأنهم ما كانوا يسكتون إن كان أحد يكون فهم شيئا من استنباطه ويكون مخالفا فالآخر لا بد أن ينقل أنه الخلاف فالشان في مثل هذه ما لم يأتي الإنكار حتى في اجتهادات السحابة إذا لم يأتي الإنكار من الصحابة فلا يعدى أنه ولا في وصول فقه الأئمة أنه لا يترك نعم فألا كل حال لا نقول أنه ظن ما ليس بعمر وعنى أفهم أنه ليس بأمر وهم ما فهموا لا أبدا وقد ظل بعض المفكرين في الحقيقة في مثل هذا ففي أحاديث صحيح البخاري وغيره كثير منهم نصوا قالوا لعل الصحابي فهم من ما ليس هو الواقع ولا يمكن أن يكون سليمان عليه السلام دار على نسائه المئة أو تسعة وتسعين في ليلة واحدة وهكذا الرجل يصرح بهذا فهذا لا شك فيه ان هذا سول ادم ما اصحاب رسول الله الذين اختارهم الله لحفظ دينه نعم وهو احتمال ضعيف لان الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك الا بعد التحقيق نعم ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع ايضا كما تقدم ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية كقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هو في بدء رمضان اليوم الشك الذي يقال إذا كان غم على ليلة تسعة وعشرين فيوم في الشك لعله يكون طلع الهلال أو لعله لم يكن يطلع وهناك من الائمه قالوا انه جاز حتى نسب الى الامام احمد انه جاز بل فضل صوم يوم الشك والذي يظهر ان ان الراجح انه قول عمار وهو صحيح ثابت من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم غفر الله وإمتنا نعم. فهذا حكمه الرفع ايضا لان الظاهر ان ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. قال الموقوف أو, ينت أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه والتشبيه لا يشترط فيه المساواة من كل جهة نعم. معرفة الصحابي يعني هو يشير أنه قول الصحابي تصريحا قول الصحابي حكما وهكذا ويقول لا يأتي جميع ما تقدم فيه ومن الألفاظ التي قد يطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهل هناك لفظ قد ينسب إلى الصحابي فلا يأتي جميعها ما يدل على كونه موقوفا نعم. قال معرفة الصحابة ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع انواع علوم الحديث استطردت منه الى تعريف الصحابي ما هو فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت رده في الاصح اشار الى ما حصل من بعض الصحابه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وهي التي يقال ايام الرده يوم الرده اليوم الأول من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قاتلهم ورجع غير واحد إلى الإسلام فلو تخلت ردة ثم رجع إلى الإسلام فهناك أحكام هل ترجع إليه الصحبة أو لا ترجع ولو تخللت ردة كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فحديثه يكون يؤخذ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يؤخذ لأنه من يرتد عنكم من دينه فقد نعم فقد فليمت كافر الآية ألينا شركت لا يَحْبَطَنَّا عملك فيكون قد خرج من الإسلام فهل حبطت عنه أو سقطت عنه فضلة الصعبة قالوا لا تسقط يأتي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ما على الاسلام ولو تخللت رده في العصا يعني كان ارتد ثم رجع الى حضيرة الاسلام والمراد باللقاء زيد قال والمراد باللقاء ما هو عم من المجالسه والمماشاه ووصول احدهما الى الاخر وان لم يكالمه ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره والتعبير باللقي اولى من قول بعضهم ما معنى سواء كان يدخل فيه رؤيه احدهم الاخر سواء كان ذلك بنفسه ام بغيره؟ معنى كيف يرى بغيره؟ صحابي صغير نعم صحابي صغير او يكون احد الثقات قال لبعض المكفوفين ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابي الصغير قال رفعني ابي في حجه الوداع وقال هذا رسول فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقصد والله سواء كان ذلك بنفسه ام بغيره بارشاد غيره، نعم. والتعبير باللقيه اولى من قول بعضهم الصحابي من راى النبي صلى الله, النبي صلى الله عليه وسلم لانه يخرج ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم ونحوه, ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد من رأى وهو البخاري رحمه الله ماذا قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فهو صحابي سحب هذا يدخل فيه لكنه ذكر أيضا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم والآخرون قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فإذا المكفوف الاعمى لا تتاتى منه الرؤيه فهل هو سحابي؟ هو سحابي قطعا، فاذا قال نعبر بكلمة يشمل الجميع والتعريف ينبغي ان يكون مانعا وجامعا، جامعا ومانعا فاللقي في هذا التعريف كالجنس، ايوه واللقي في هذا التعريف كالجنس وقولي مؤمنا به كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. الجنس والفصل ذكرنا لكم انه يكون اشاره الى اشياء او بكلمه يكون يدخل فيه اشياء كثيره مثل حيوان لكن اذا جيء بشيء يفصله عن غيره فالحيوان ناطق إنسان الحيوان صاهل الفرس الحيوان النايق الإمار فهذا يفصله عن غيره فاللقي هذا كالجنس وفصل مؤمن به يخرج من كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الكفر نعم وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء مثل اليهود يؤمنون بموسى عليه السلام وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون في زمرة السحابة قطعا نعم لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بانه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر وقولي ومات على الاسلام فصل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اخبر حتى اليهود كانوا يؤمنون بان نبيا يبعث فلا يكون قطعا لم يدرك البعثه ولم يؤمن به لا يسمى صحابي هذا لا يمكن نعم ان يفهم نعم. قال وقولي ومات على الاسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد ان لقيه مؤمنا ومات على الرده كعبيد الله بن جحش وابن وابن خطل وقولي ولو تخللت رده اي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الاسلام. فان اسم الصحبه باق له سواء رجع الى الاسلام في حياته صلى الله عليه وسلم ام بعده سواء لقيه ثانيا ام لا وقولي في الاصح اشاره الى الخلاف في المساله ويدل على رجحان الاول قصه الاشعث بن قيس فانه كان ممن ارتد واتي به الى ابي بكر الصديق اسيرا فعاد الى الاسلام فقبل منه وزوَّجه أُخته ولم, يختل ولم يتخلَّف أحدٌ عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها فكم عند الإمام أحمد مسرد الإمام أحمد وغيره مسرد أشهس بن قيس موجود وجميع الروايات قد ذكروها كلهم ولذلك قال لم يتخلف أحد في ذكره عن يعني الصحابة ولا من تصدى لجمع روايات الصحابة عن تقرير أحاديثه في الصحابة نعم قال تنبيهان لا خفاء برجحان رتبة, رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال أو في حال الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع نعم فلا شك لا يستوي منكم من أنفق قبل من قبل الفتح وقاتل كذلك لكل درجات أو رآه على بعد هذا إشارة إلى حجة الوداع وقد رأوا كما جاء في الحديث خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ففتحت اذاننا فيسكنا نسمع من بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه ورآه من بعد لكنه لم يصافح ولم يجلس معه بجانبه او كذا كل هؤلاء لهم فضيله الصحبه ولا شك فيها لكنه لا شك لا يكون مثل السابقين الاولين ومن بعدهم ومن بعدهم نعم لان لهم فضائل كثيره من حذر بدرا ومن حضر صلح الهديبيه كذلك تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في س... من... و... نعم فلهم ش... كل واحد له صحبته على قدره لكنه لا يخلع من الصحه آه من ال... من الصحبه نعم ايوه قال ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الروايه وهم مع ذلك معدودون في الصحابه لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر او بالاست او الاستفاضة او الشهرة او بإخبار بعض الصحابة او بعض او بعض ثقات التابعين او بإخباره عن نفسه بانه صحابي اذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الامكان. آه هذا القيد اذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان فكادوا أن يتفقوا على تفسير هذا الجزء على أنه إذا كان أحد ادعى بعد سنة عشر ومية أنه صحابي فلا تقبل ولا تدخل دعواه تحت الإمكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قبل موته بشهر هكذا قالوا بعضهم قال بأقل من شهر قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى من كان على أرأيتكم ليلتكم هذه لا يأتي على رأس مئة سنة ممن هو اليوم يبقى على ظهر الأرض أحد وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته معناه سنة مئة وعشر يكون مئة سنة فإذا كان يدعي بعد مئة وعشرين مئة وثلاثين أو بعد مئتين فلا يدخل تحت إمكان أن يكون صحابيا وإن كان ثقة يدعي لا يقبل هذا هذا الذي يشير إليه إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان وكان إخباره صلى الله عليه وسلم قبل موته بعد هجرته وحجرته طبعا عشر سنوات ومئة وعشر فيكون مئة وعشر سنة هي الإمكان لكن بعدها وجاء بعض الكذابين فقد ادعو الصحبة بعد ستمائة سنة مثل رتن الهندي نعم رتنا الهندي كذلك كان أحد اسمه أبو الدنيا الأشج هذا أيضا في السنة الخامسة أو في القرن الخامس فالحاصل على كل لا يضع. وقد استشكل هذا الأخير ما هو؟ وقد استشكل هذا الاخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل أي أيوة اخير أو إخباره النفسي كيف تعرف الصهبة يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا لا يقبل لماذا لا يقبل إذا كان يدخل تحت الإمكان وهو ثقة لم يعرف منه الكذب فيقبل لكنهم قالوا لا اذا قال احد انا ثقه لا يقبل ثقته، لكن كون الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الثقه او عدم الثقه هذه مساله اخرى، واما الصحابه وزمن الخير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فيستبعد هذا المعنى انه يكذب انه راى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال معرفه التابعين أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من لقي الصحابية من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو تابعي وهو تابعي نعم ولا يقول مؤمنا بالصحابه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا هو المختار فلا ف وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمه او صحه السماع حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب قال كذا وكذا فهذا يكون من قول التابعي نعم مقطوع نعم معرفه المخضرمين وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلفا في إلحاقهم بأي القسمين وهم المخضرمون الذين أدركوا, النبي أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فعدهم ابن عبد البر في الصحابة وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر لأنه أفصح في خط في خط في خط لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول ولذلك ابن عبد البر لم يميز بين من كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يلقى ذكر كلهم من كان ولد حتى في اليوم الأول أو قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل ذكره في الصحابة وكان ولذلك ذكرنا أن ابن حجر كان بارعا في تفريقه فذك عنده أقسام فالقسم الأول ذكر من ثبتت صحبته برواية والقسم الثاني من ولد في أهد النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثالث من كان رجلا كبيرا وليس الجاهلية والإسلام يعني كان كبيرا وكان يمكنه في أهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ياتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خانه الحظ ما وصل ففي هذه الحالة ذكر المخضرمين قسم الثالث والقسم الرابع الذين ذكروا في الصحابة في كتب من سبق سبقه بالإيمان وليسوا بصحابة قطعا فللتنبيه ذكر في القسم الرابع نعم والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا نعم لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم وهذا قول ضعيف والله أعلم نعم المرفوع, المقطوع المرفوع والموقوف والمقطوع المرفوع والموقوف والمقطوع فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا والثاني الموقوف وهو منتهى إلى الصحابي والثالث المقطوع يعني حتى لو كان فيه إنقطاع لكنه يقول رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الموقوف ولو كان الاسناد غير متصل، نعم، وبعضهم يقول لا يسمى مرفوعا الا اذا كان متصل، هذا في تفاصيل يذكرون، والثالث المقطوع ومنتهى الى التابعي، نعم. ومن دون التابعي من اتباع التابعين فمن بعدهم فيه اي في التسميه مثله اي مثل ما ينتهي الى التابعي وفي تسميه جميع ذلك مقطوعة هذا مقطوع من قول مالك، هذا مقطوع من قول الشافعي، من الممكن ان يقول نعم. ايوه. وان شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع فالمنقطع من مباحث الاسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. اي نعم. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. ويقال الاخر ويقال الآخرين ويقال للآخرين أي الموقوف والمقطوع الأثر إذا إذا ذكر أنه من الأحاديث والآثار مثل ما ذكر المصنف ابن أبي شيبة يعني من الأحاديث جمع فيه الأحاديث والآثار فذكر الحديث معناه غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فتاوى الصحابه من فتاوى التابعين وغيرهم، اما اذا افرد واحد مع الاخر او بدون الاخر فيذكر في الحديث ويراد به ايضا الاثار اثار الصحابه، وكذلك الاثر فيه مرفوع وفيه موقوف وغيره، نعم. والمسند في قول اهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقول مرفوع كالجنس وقول صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فانه مرسل او من دونه فانه معضل او معلق وقول ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقه الاتصال من باب اولى ويفهم ويفهم في من التقييد بالظهور ان الانقطاع الخفي كعنعنه المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخ لا يخرج الحديث عن كونه مسندًا لإطباق الأئمة الذين خرّجوا المسانيد على ذلك، وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه, سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلًا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الخطيب فقال المسند المتصل فعلى هذا الموقوف اذا جاء بسند المتصل يسمى عنده مسندا لكن قال ان ذلك قد ياتي لكن بقله وابعد بن عبد البر وابعد بن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للاسناد فانه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع اذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به العالي والنازل فإن قل عدده أي عدد, أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث, بعين الحديث بعينه بعدد كثير أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث في صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق إلى العلو المطلق حديث نفسه روية بينه بين المصنف أو بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشخاص ذاك الحديث نفسه من طريق آخر الروى المصنف يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقل من الستة فقلة العدد يقال في الاسناد هذا اسناد عالي لانه وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل، نعم هذا هو المقصود منه الاسناد العالي، وقال الامام احمد طلب الاسناد العالي سنه ممن سلف، فكان الصحابه ايضا كانوا يرحلون ليسمعوا الحديث ممن سمع تماما وقد نسي ذهب يستذكر منه ايضا وكانوا أيضا يأخذون ويرحلون بنفس الحديث يجدون عند عبد الرزاق بسند أقل إلى آخره الإمام أحمد وغيرهم فهذا مما يوصل إلى ثلاثيات البخاري ورباعيات مسلم وكذا إلى آخره يذكرون هذا لا شك فيه وله فضل نعم وهذا أمر واضح إذا سمعت كلاما من أحد وهو حي يرزق فتشتهي أن تتحقق وتذهب وتقول هل قلت هذا الكلام أو هذه القصة الصحية الذي روي عنك هذا أمر طبيعي فطري لا شك فيه يكون أقوى في إثبات الخبر نعم فالاول وهو ما ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فان اتفق ان يكون سنده صحيحا كان الغايه القصوى والا فصوره العلو فيه موجوده ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه الى ذلك الامام ولو كان العدد في ذلك الامام الى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبه المتاخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث اهملوا الاشتغال بما هو اهم منه. يعني روايه تروى عن مالك فالوصول الى المالك بيننا وبين مالك قد يكون عشره في اسناد وقد يكون خمستاشر فالذي يكون عشره فهذا علون نسبي بالنسبه الى مالك وليس بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه وإنما كان العلوم مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما, ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان التجويز وكلما قلت قلت يعني مظان التجويز الخطأ كلما كثرت السانيد او كلما كثر عدد الرواد فيكون مظن الخطا في كل واحد في مظنة الخطا، لكن اذا قل فقل فهذا امر واضح بانه اقرب الى فان كان في النزول مزيه ليست في العلو كان تكون رجاله او تأث... كان تكون رجاله اوثق منه او احفظ او افقه او الاتصال فيه اظهر فلا تردد في ان النزول حينئذ اولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وفيه أي العلو النسبي العلو النسبي والموافقة والموا وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين مثاله روى البخاري عن قتيبه عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبه ثمانيه ولو رويناه ذلك الحديث بعينه من طريق ابي العباس السراج عن قتيبه مثلا لكان بيننا وبين قتيبه فيه سبعه فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه معلو الإسناد على الإسناد إليه وفيه أي العلو النسبي البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو إذا قارنا إذا قارنا العلو والا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه نعم أه لا يعني على كل حال هذا يحتاج إلى تفصيل والتفصيل في الكتب تنظرون إن شاء الله ويأخذ وقت نعم وفيه أي علو النسب المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي من الراوي إلى آخره أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه احد عشر نفسه فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسه فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص وهذا يعني يكون يمكن في القرن الثامن ابن أو التاسع في بداية التاسع أو في ثمانمائة وخمسين ابن حجر توفي فلا يكون إلا أن يكون شيوخه وشيوخ الشيوخ قد طال عمرهم حتى وصل إلى شيخ النسائي بنفس العدد أحد عشر ولا يمكن إلا أن يكون طال عماره فكانه ساوى النسائي المتأخر إذا وافق في قلة العدد ما متقدم فهو مساوى للمتقدم نعم وفي المسافة أيوة زيد وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائية فكأن صافحناه ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول بخلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول رواية الأقران فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويًا عن قرينه المدبج وإن روى كل منهما وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجًا وقد هذه تعريفات خاصة دقيقة الزملاء إذا كان يروي بعضهم من بعض فإذا كان يروي هو عن زميلي والثاني يروي هذا مدبج لكن الأول إذا روى عن الثاني والثاني لم يروي عن الأول فيدخل في مطلق رواية الأقران ويعتنى بهذا حتى لا يظن أنه فيه سقط أو شيء نعم وقد, وقد صنف وقد الدار قطني في ذلك وصنف ابو شيخ الاصبهاني في, في, الذي قبله واذا روى الشيخ عن تلميذه صدق ان كلا منهما يروي عن الاخر فهل يسمى مدبجا فيه بحث والظاهر لا لانه من روايه الاكابر عن الاصاغر والتدبيج ماخوذ من ديباجتي الرج الوجه فيقتضي ان يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا نعم رواية الأكابر عن الأصاغر وعكسه وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر ومنه أي, في أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة ومنهم من روى عن أبيه عن جده وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس بنازلهم وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي العلائي من التأريخ من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما فمنهما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي ومنهما يعود الضمير عفيه على أبيه وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه ترى وزدت عليه تراجم كثيرة جدا وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا نعم الكتاب الذي أو الكتب التي أشار إلى صلاح الدين وغيره ما أظن يوجد لكن يوجد للكتاب باسم من روى نبيه جدي لقاسم ابن قتل رسالة علمية في الجامعة الإسلامية قد حقق وهو الكتاب الساري المعروف، نعم. السابق واللاحق. السابق واللاحق، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين، ما بين الراويين فيه من الوفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس الخمسمائة ثم ذكر آخر, 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 آخر ثم ذك ثم كان آخر أصحاب السلفي بسماع صدقه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره ومات سنة ست وخمسين ومائتين وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف ومات سنة ثلاثة وتسعين وثلاثمائة وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض, بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا فيحصل في مجموع ذلك نحو هذه, نحو هذه المدة والله الموفق يعني وقال ابن الصلاة فائدة معرفة هذا النوع وهو المتقدم يكون او متأخر يأتي بعد 150 سنة يسمع من الشخص الطويل العمر وسمع منه في أول عمره ناس فيقول فائدة معرفة هذا النوع تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب وأهم شيء والأمن من ظن سقوط شيء من الإسناد المتأخر فيظن أن الشيخ يعني سمع منه فلان قبل 150 سنة كيف يسمع منه من يأتي بعد 140 سنة من الشخص فيكون فيه مظنة سقوط الإسناد فيقال لا هكذا وقعت الرواية وهكذا وقعت بالتعين بأن فلان طال عمره إلى آخره نعم المهمل المهمل وإن روى الراوي عن اثنين متقم وإن روى الراوي عن اثنين متفق متفقي الاسم أو مع اسم متفقي متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخ بما يخص كلًا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهري وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري نعم لا شك أنه إذا كان اثنان ثقة فسواء تعين هو الأنصاري أو القرشي أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى ما يضرنا ما يضرنا لكن إذا كان المسمى بهذا الاسم أحد منهم ضعيف والثاني ثقة هنا يحتاج أن يتعنى المحدث فيعين بقرائن أنه هنا الثقة والضعيف نعم ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر باختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما فتب... فتبين, الم... فتبين المه... المهمل يتبين باختصاصه أي الشيخ المروي بأحدهما يتبين المهمل مثل ما قالوا إنه إذا روى سفيان أن الزهري فيكون هو ابن عيينة لأن لأن الزهري لأن الثوري لم يلقى الزهرية لعدم سماع الثوري أن الزهري حدثنا سفيان أن الزهري فهو سفيان ابن عيينة كذلك إذا قالوا ما محمد المثنى روى عن سفيان فهو سفيان ابن ويينة لأن محمد المثنى لم يدرك الثورية فيتعين بهذه الصورة نعم باختصاصه كذلك أمور أخرى أيضا ذكروها بالتفصيل ومتى لم يتبين ذلك ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب نعم من حدث ونسي وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض أو كان جحده احتماء احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه فقبل ذلك الحديث وفي الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعًا عليه وتبعًا له في التحقيق في النفي، وهذا متعقب فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي، وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. بخلاف الرواية فافترقا وفيه أي في هذا النوع صن النوع صنف الدار قطني كتاب من حدث ونسي نعم وربما جمع الخطيب أجمع كتابه هو تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي فكان الشيخ يعتمد على تلميذ بأني رويته ويروي عنه كما يأتي نعم وفيهما يدل على تقويه المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا باحاديث فلما فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الروايه عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن انفسهم كحديث سهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا في قصه الشاهد واليمين عن عبد قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني ابن حدثني به ربيعه بن ابي عبد الرحمن بن سهيل قال فلقيت سهيلا فسالته عنه فلم يعرفه فقلت ان ربيعه حدثني عنك بكذا فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعه عني اني حدثته عن ابي به. نعم. ونظائره كثيره. المسلسل فان اتفق فان اتفق الرواه في اسناد من الاسانيد في صيغ الاداء كأح سمعت فلانا قال سمعت فلانا او حدثنا فلان قال حدثنا فلان. وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره أو القولية والقولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالاولية فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن إلى سفيان بن عيينة فقط ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. ومسلسل بأخذ اللحية ذكروا أن امرأة في المدينة كانت محدثة فكانت روت هذه الرواية فأخذت بذقنها، نعم. سيغ الأداء؟ صيغ الأداء ومراتبها وطرق التحمل. وصيغ الأداء المشار إليها على ثماني مراتب الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة ثم أنبأني وهي الرابعة ثم ناولني وهي الخامسة ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السامعة ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة, المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا وهذا مثل قال وذكر وروى السماع من لفظ الشيخ فاللفظان الاولان من صيغ الاداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين اهل الحديث الصلاحه ولا فرق بين التحديث والاخبار من حديث اللغه وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقه عرفيه فتقدم على الحقيقه اللغويه. مع ان ذلك مع ان هذا الاصطلاح انما شاء عند المشارقه ومن تبعهم واما غالب المغاربه فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل بل الاخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فان جمع الراوي اي اتى بصيغه الجمع في الصيغه الاولى كان يقول حدثنا فلان او سمعنا فلانا يقول فهو, فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره, مع غيره وقد تكون النون لعظمة لكن بقلة رحمك الله وأولها أي المراتب أصرحها أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا ولماذا لا يمكن حدثني وحدثنا أيضا أصرح في السماء بالظاهر لكن استمر بعضهم حدثني تدليسا نعم في الإجازة أجازني يعني حدثني وهذا قليل جدا والله أعلم في الغالب يعني يذكرون أجازة فلان نعم وأرفعها مقدار ما يقع في الإملاء لما فيه من التثب لما فيه من التثبت والاحتفاظ القراءة على الشيخ والثالث وهو أخبرني والرابع وهو قرأت عليه ولم لمن قرأ بنفسه على الشيخ فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرأ عليه وأنا أسمع وعرف من هذا أن التعبير بقراءته لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار لأنه أفصح بصور الحال تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه من أوائل صحيح في أوائل في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة والصلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة واضح حكم عن عنة المعاصر حكم عن عنة المعاصر وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس إلا من, المد... إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع، وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصرة على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنع... ليحصل الأمن من باقي معنعنه ك... عن... عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، الإجازة وأطلقوا المشابهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، المكاتبة وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجودة وهو موجودة في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطرقونها فيها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن لهم في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط، المناولة، واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيه من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر, أو يحضر طالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه رواية عن فلان فروه عني وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وأما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا إن وله واسترد في الحال فلا يتبين له، فلا يتبين لها زيادة مز... فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة وإن وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له ويعين له كيفية روايته له وإذا خلت المناولة عن الإذن لم لم يعتبر بها عند الجمهور، وجرح من اعتبرها إلى أن المنا إلا إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. لكن لكن تصح الرواية، أي وقد ذهب أيوه. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة وإن لم وإن لم يقرن ذلك بالإذن والرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة يعني إذا كان يقول ناولني كتاب فلان كتاب وفيه حدثنا كذا جاز أن يروي أما يقول أخبرني وكذا في المناولة فهذا لا يصح فلا بد أن يبين صورة الحال التي أخذ منه وتحمل ولم يظهر لي فرق قوي ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين ارساله اليه بالكتاب من موضع الى اخر اذ اذا خلا كل منهما عن الاذن. نعم. الوجاده وكذا اشترط الاذن بالوجاده وهي ان يجد بخط ان يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه اطلاق اخبرني بمجرد ذلك الا اذا كان له منه اذن بالروايه عنه واطلق قوم ذلك فغلطوا. فغلطوا الظاهر هذا التغليط ليس له معنى عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله يقول دائما وجدت بخط أبي في كت... وجدته في كتابه بخط يده قال حدثنا فيجوز لي ولك إذا عرفت أن هذا خط فلان أن تنسب إليه وتروي عنه بهذه الصيغة الوصية الوصية وكذا الوصية بالكتاب وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول, تلك الأصول عنه بمجرد, بمجرد هذه الوصية وأبى ذلك الجمهور إلا, إذا إلا إن كان له منه إجازة نعم الإعلام وكذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك صورة أخرى من الإجازة كالاجازه العامه في المجاز له لا في المجاز به، كان يقول اجزت لجميع المسلمين او لمن ادرك حياتي او لاهل الاقليم الفلاني او لاهل البلده الفلانيه، وهو اقرب الى الصحه لقرب لقرب, لقرب الانحصار، وكذا الاجازه للمجهول كان يكون مبهما او مهملا، وكذا الاجازه للمعدوم كان يقول اجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل اذا عطفه على موجود صح كان يقول اجزت لك ولمن سيولد لك. والأقرب عدم الصحة أيضا وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير كأن يقول أجس لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان لا أن يقول أجس لك إن شئت وهذا في الأصح في جميع ذلك وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة وروى الإجازة العامة جميع جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف على حروف المعجم لكثرتهم وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير غير مرضي لان الاجازه الخاصه المعينه مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وان كان العمل استقر على اعتبارها عند المتاخرين فهي دون السماع بالاتفاق فكيف اذا حصل فيها الاسترسال المذكور. الا كلها هل ما دامت الاجازه ان يجيز ولم يقرا عليه استجازوا فكذلك يجوز أن يعطي الإجازة بأن يولد فلان لأنه لم يقرأ هذا إلا جزءا أو لم يكن قرأ كتابه فجرت العادة أنهم يقولون أجزت لك مثلا كتابي هذا وجميع مروياتي التي ما قرأت شيئا فكأنه لو صرح نفسه بحيث يقول أنا أجزت لكل من يأتي إلى يوم القيامة لماذا لا يكون يجوز ما دام لا يقرا او لا يقرا عليه ما ذلك يجوز فمن لم يولد وياتي الله اعلم لتوسع هذا جاز كانه كلاهما بمعنى واحد ولا فرق بينهما نعم المتفق والمفترق ونقول انه جاز لبقاء سلسله الاسناد والا في الحقيقه لا يعطي الاجازه على علم لكنه اجازه ثم بعد ذلك اذا اجاز الشخص ويتذكر فلعله يدعو له رحمه الله هذا يكفي نعم والى هنا انتهى الكلام في اقسام صيغ الاداء المتفق والمفترق قال فانها تزداد ضعفا لكنها في الجمله خير من ايراد الحديث معضلا والله تعالى اعلم والى هنا انتهى الكلام في اقسام صيغ الاداء نعم المتفق والمفترق ثم الرواه ان اتفقت اسماءهم واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم سواء ان اتفق في ذلك اثنان منهم ام اكثر وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحد مثل ما مثلوا قالوا أن خليل بن أحمد الفراهيدي وما هو ستة بهذا الاسم قال الخليل بن احمد من يكون خليل بن احمد؟ كذلك احمد بن جعفر بن حمدان قالوا يوجد في الرواة اربعة اشخاص فاذا لم يكن مصري ولا الكوفي ولا كذا فلا يتميز، فلا بد ان يعرف المتفق والمفترق، متفق في المعنى لكنه مفترق في الاشخاص، نعم. المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف في النقط أو الشكل فهو المختلف فهو المؤتلف والمختلف ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضاف إلى كتابه التصحيف له ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فجمع ابن سعيد فجمع فيه كتابين كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة وجمع شيخه وجمع شيخه الدار قطني في ذلك كتابا حافلا وقد طبع الكتاب مختلف المختلف نعم أيوة ثم جمع الخطيب ذيلا ثم جمع الجميع أبو ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولا في كتابه الإكمال الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف المختلف, المختلف من الأسماء والكنى والأنساب نعم إكمال لابن ماكولا أبو نصر ابن معقولة نعم أيوة واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل محدث بعده وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم وقد ديل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف وكذلك أبو حامد بن الصابوني وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اجتمع اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتنبه بالتحرير تبصير المنتبه بتحرير المشتبه نعم وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريقه المرضيه وزدت عليه شيئا كثيرا مما اهمله او لم او لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك هذا يعني يكون في الخط واحد وفي الشكل اثنين عبيده وعبيده كذلك بنان وبنان وكذلك عنبر وابثر فشكل واحد وفي الغالب ما كانوا ينقطون فيكون اشتباه ولذلك اجمع كتاب في هذا كما ذكر والمتاخر يستفيد من المتقدم فاجمع كتاب في هذا كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر رحمه الله، نعم. المتشابه وان اتفقت الاسماء خطا ونطقا واختلف الاباء ونطقًا مع ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها الاول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربه. أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان الأول بالشين المعجبة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري فهو النوع الذي يقال له المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه كذلك في الاسم واسم آه محمد بن عبد الله المخرمي محمد بن عبد الله المخرمي هكذا كذلك ابو عمر السيباني والشيباني اثنان نعم ثم ذيل عليه ايضا بما فاته اولا وهو كثير الفائده ويتركب منه ومما قبله انواع منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه في الاسم واسم الاب مثلا الا في حرف او حرفين فاكثر من احدهما او منهما وهو, وهو على قسمين اما ان يكون الاختلاف بالتغيير مع ان عدد الحروف ثابته من الجهتين أو أن يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء من بعض فمثلوه فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف وهما وهم جماعة منهم العوقي منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء وهو أيضا وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس سنان وسيار قريب يقول نعم ومحمد بن حنين ومنهما محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا ومن ذلك معروف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل بالطائب بدل العين شيخ آخر يروي عن أبو حذيفة النهدي المعرف بن واصل أو مطرف بن واصل نعم ومنه ايضا احمد بن الحسين صاحب صاحب ابراهيم بن سعد واخرون واحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميمياء تحتانيه وهو شيخ شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البكندي ومن ذلك ايضا حفص بن ميسره شيخ مشهور من طبقه مالك وجعفر بن ميسره شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي. حفص وجعفر قريب من التصحيف نعم. الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء يقرأ أحد آخر إن شاء الله بقي قليل حتى الله. قال ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد ابن زيد وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي الحديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول الاسم عبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب في أول اسم الأب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين والقارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعه وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي او يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف في او الاشتباه بالتقديم والتاخير اما في الاسمين جمله او نحو ذلك كان يقع التقديم والتأخير في, الاس في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله ومثال الثاني أيوب بن ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار الاول مدني مشهور ليس بالقوي والاخر مجهول نعم خاتمة معرفة طبقات الرواة ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الامن من تداخل المشتبهين وامكان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة والطبقة في اصطلاحهم عباره عن جماعه اشتركوا في السن ولقاء المشايخ وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كانس بن مالك رضي الله عنه فانه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقه العشره مثلا ومن حيث صغر السن يعد في طبقه بعدهم فمن نظر الى الصحابه باعتبار الصحبه جعل الجميع طبقه واحده كما صنع ابن حبان وغيره ومن نظر اليهم باعتبار باعتبار قدر زائد كالسبق الى الاسلام او شهود المشاهد الفاضله جعلهم طبقات والى ذلك جنح صاحب الطبقات ابو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكتابه اجمع ما جمع في ذلك طبقات ابن سعد نعم <applause> وكذلك من جاء بعد الصحابه وهم التابعون من نظر اليهم باعتبار الاخذ عن بعض الصحابه فقد جعل الجميع طبقه واحده كما صنع ابن حبان ايضا ومن نظر اليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه, وجه معرفه التاريخ ومن المهم ايضا معرفة مواليدهم ووفياتهم لان بمعرفتها يحصل الامن من دعوى المدعي للقاء بعضهم للقاء بعضهم وهو في نفس الامر ليس كذلك لا. معرفة أوطان الرواة ومن المهم ايضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن اخترقا بالنسب معرفة أحوال الرواة ومن المهم أيضاً معرفة أحوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالة، لأن الراوي إما أن تُعرف عدالته أو يُعرف فسقه أو لا يُعرف فيه شيء من ذلك، ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يُخرجون الشخص بما لا يُجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، قد بينا اسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشره وتقدم شرحها مفصلا معرفه مراتب الجرح والتعديل والفاظها والغرض هنا ذكر الالفاظ الداله في اصطلاحهم على تلك المراتب وللجرح مراتب اسواها الوصف بما دل على المبالغه فيه وأصرح, ذ واصرح ذلك التعبير بافعل كاكذب الناس وكذا قولهم اليه المنتهى في الوضع او هو ركن الكذب ونحو ذلك ثم دجال او وضاع او كذاب لانها وان كان فيها نوع مبالغه لكنها دون التي قبلها واسهلها اي الالفاظ الداله على الجرح قولهم فلان لين او سيء الحفظ او فيه ادنى مقال وبين اسوا الجرح واسهله مراتب لا تخفى فقولهم متروك او ساقط او فاحش الغلط او منكر الحديث اشد من قولهم ضعيف او ليس بالقوي او فيه مقال ومن المهم ايضا معرفه مراتب التعديل وارفعها الوصف ايضا بما دل على المبالغه فيه واصرح ذلك التعبير بافعل كاوثق الناس او اثبت الناس او اليه المنتهى في الثبت ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وير ويروى حديثه ويعبر به يعتبر يعتبر به ويعتبر به ونحو ذلك وبين ذلك مراتب لا تخفى وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول صفة من تقبل تزكيته تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكى بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلاً لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف وتبين أنه أيضاً لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه والله سبحانه وتعالى أعلم وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظٍ فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى ولهذا كان مذهب النسائي أن أن لا ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه وليحذر المتكلم وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح في الجرح والتعديل فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب الحديث وإن جرح غير وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره ابدا، والافة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي اطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، حكم تعارض الجرح والتعديل والجرح مقدم على التعديل وأطلق ذلك جماعة ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا فإن خل المجروح عن تعديل عن تعديل قُبِلَ الجرحُ فيه مُجملًا، غير مبين السبب غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله وما لابن الصلاح في هذا في مثل هذا إلى التوقف فيه فصل معرفة الأسماء والكنى وما يتفرع عنها ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين 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 مفعول به معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر ومعرفة أسماء, أسماء الأسماء المكنين وهو عكس الذي قبله ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير ومعرفة من كثرت كناه كابن ابن جريج له كنيتان ابو الوليد وابو خالد او كثرت نعوته والقابه ومعرفة من وافقت كنيته اسم ابيه كابي اسحاق بن ابراهيم بن اسحاق المدني احد اتباع التابعين وفائدة معرفة معرفته نفي الغلط عمن عمن نسبه الى ابيه فقال اخبرنا ابن اسحاق فنسب إلى التصحيف وأن الصواب أنبأنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس هكذا يأتي في الروايات فيظن انه يروي عن ابيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعيد عن سعد وهو ابوه وليس انس شيخ الربيع والده بل ابوه بكري وشيخه انصاري وهو انس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من اولاده معرفه من نسب الى غير ابيه ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه وإنما هو المقداد بن عمرو أو إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له بابن علية ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية أو نُسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهروا أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنُسب إليهم وكس وكس وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم وكذا من نُسب إلى جده فلا يؤمن التباسه كمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن معرفة ما يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا او يتفق اسم الراوي او اسم او اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران الاول يعرف بالقصير والثاني ابو رجاء العطاردي والثالث ابن حصين الصحابي. وكسليمان عن سليمان عن سليمان الاول ابن احمد بن ايوب الطبراني والثاني ابن احمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل وقد يقع ذلك الراوي ولشيخه مع كابي العلاء الهمداني العطار المشهور بالروايه عن ابي علي الاصبهاني الحداد وكل منهما اسمه الحسن بن احمد ابن الحسن بن أحمد بن ح... ابن الحسن بن أحمد فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة وصنف فيه ابو موسى المديني جزءا حافلا معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح وكذا وقع ذلك لعبد بن لعبد بن حميد ايضا روى عن مسلم بن ابراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمه بعينها ومنها يحيى بن ابي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام بن فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف ابن يوسف الصنعاني ومنها الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعن وعنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور وأمثلته كثيرة. معرفة الأسماء المجردة، ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات كالعجل وابن حبان وابن شاهين. ومنهم من افرد المجروحين كابن عدي وابن حبان ايضا ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لابي نصر الكلاباذي ورجال مسلم لابي بكر بن منجويه ورجالهما معا لابي الفضل بن طاهر ورجال ابي داود لابي علي الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعه من المغاربه ورجال السته الصحيحين وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال وقد لخصته وزدت عليه اشياء كثيره وسميته تهذيب التهذيب وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الاصل معرفة الاسماء المفردة ومن المهم ايضا معرفة الاسماء المفردة وقد صنف فيها الحافظ ابو بكر احمد بن هارون البرديجي فذكر اسماء تعقب عليه فذكر فذكر اشياء تعقبوا عليه بعضها من ذلك قوله صغدي بن سنان احد الضعفاء وهو بضم المهمله وقد تبد وقد تبدل سينا مهملة وستكون الغين معجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم, وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم صغضي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم وأما كون العقيلي العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن والله أعلم ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن منده وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي الجيزي في تاريخ الصحابه الذين نزلوا مصر في ترجمه سندر مولى زنباع زنباع وقد حررت ذلك في كتابي في كتابي في الصحابه وكذا معرفه الكنى المجرده معرفه الالقاب والانساب والألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة وكذا الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثري أكثري بالنسبة إلى المتأخرين. وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وتقع إلى الصانع كالخياط والحرف كالبزاز ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها ومن المهم ايضا معرفه اسباب ذلك اي الالقاب معرفه الموالي ومعرفه الموالي من اعلى او اسفل بالرق وبالحلف او بالاسلام لان كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك الا بالتنصيص عليه معرفه الاخوه والاخوات ومعرفة الإخوة والأخوات وقد صنَّف فيه القدماء كعلي بن المديني معرفة آداب الشيخ والطالب ومن المهم أيضًا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهُّر من, من أعراض الدنيا أعراض الدنيا من أغراض الدنيا من أغراض, أغراض الدنيا الله أعلم أغراض نعم وتحسين الخلق وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. وان يمسك عن التحديث اذا خشي التغير او النسيان لمرض او هرم واذا اتخذ مجلس الاملاء ان يكون له مستمل يقظ وينفرد, وينفرد الطالب بان يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره لما سمعه ولا يدع الاستفاده لحياء او تكبر ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، معرفة سن التحمل والاداء، ومن المهم معرفة سن التحمل والاداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث. ويكتبون لهم انهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من اجازه المسمع، والاصح في سن الطلب بنفسه ان يتاهل لذلك، ويصح تحمل الكافر ايضا اذا اداه بعد اسلامه. يعني اذا رواه اذا اداه اذا رواه بعد اسلامه، نعم. وكذا الفاسق وكذا الفاسق من باب الاولى اذا اداه بعد توبته وثبوت عدالته واما الاداء فقد تقدم انه لا اختصاص له بزمن معين بل يقيد بالاحتجاج والتاهل لذلك وهو مختلف باختلاف الاشخاص وقال ابن خلاد اذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الاربعين وتعقب بمن حدث قبلها كمالك كذلك الأداء إذا اختلط أو كذا ينبغي أن يمتنع إذا أحس وكذلك إذا كان أبناؤه وغيرهم أيضا كانوا يمنعونه نعم معرفة صفة كتابه كتابة الحديث وتصنيفه ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكلة منه وينقطها وينقطها وينقطه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى وصفة وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا وصفة سامع سماعه وصفة سماعه بالا يتشاغل بما يخل به من نسخ او حديث او نعاس وصفه اسماعه كذلك وان يكون ذلك من اصله الذي سمع فيه او من فرع قوبل على اصله فان تعذر فليج فليجبره بالاجازه لما خالف ان خالف وصفه الرحله فيه حيث يبتدئ بحديث اهل بلده فاستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بكثير المسموع أولى من اعتنائه بكثير الشيوخ، وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن بأن يجمع مسند كل كل صحابي على حده، فان شاء رتبه على سوابقهم وان شاء رتبه على حروف المعجم وهو اسهل تناولا او تصنيفه على الابواب الفقهيه او غيرها بان يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه اثباتا او نفيا والاولى ان يقتصر على ما صح او حسن فان جمع الجميع فليبين عله الضعيف او تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والاحسن ان يرتبها على الابواب ليسهل تناولها، او يجمعه على الاطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع اسانيده اما مستوعبا واما متقيدا بكتب مخصوصة. معرفة سبب الحديث ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى, أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهر التعريف مستغنية عن التمثيل. وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها والله الموفق والهادي لا اله الا هو عليه توكلت واليه انيب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وندعو الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للحفظ ما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. آه وقد طلب بعض الاخوه نرجو ان تجيزونا بهذا الكتاب خاصه وعامه نقول لست اهلا لان اجاز فكيف اجيز؟ ولكن كما قال الاول فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم فان التشبه بالكرام فضيله فعلى كل حال ان شاء الله انا اجيز كل من حضر جزءا او كلا في قراءه هذا الكتاب وكذلك أجيز بجميع مروياتي التي جازت لي أن مشايخي رحمة الله عليهم أحيان وأمواتا وندعو الله تبارك وتعالى بحق هذه الإجازة أن يدعو لي إذا تذكرني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته